دكتورة العنود، ممكن خمس دقائق بس من وقتك؟ والله بعد إذنك دكتور فهد، عندي حالة. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتورة العنود، ممكن خمس دقائق بس من وقتك؟ والله بعد إذنك دكتور فهد، عندي حالة. مادة كلمتك الدكتورة سناء، قالت في مؤتمر طبي بيسوونه بدبي وعطتني أسامي. شنو قالت اسمك؟ ما قالت لك شيء؟ لا ما عندي فكرة. أنت ما عندك ورقة أو شيء فيها الأسامي؟ لا أنا ما عندي ورقة، عندها هي، عندها دكتورة سناء. صباح الخير. أهلا، صباح النور. آسف قطعت حديثكم، بس حبيت أصبح عليكم. وأنا مار حديقة المستشفى، قطعت لكم هالورد. يقولون الورد الأبيض يجيب الطاقة الإيجابية. تفضلي. شكرا. صح يا دكتور فهد، بيقولوا احلى حاجه في الحياه الورد الابيض. وانت الدكتوره العنود، شكلك ما تحبين الورد. لا والله ما احبه، يبي حساسيه. بعدين احنا مشغولين لو سمحت، يعني انا اذنك. انا اذنك. انت اتجننتي؟ ازاي بتردي عليه بالطريقه دي؟ شو كنت يا ندمان يوم انت ورد مصدقتها بعد؟ يلا ورانا مراجعين، ورانا شغل، يلا فاضيين احنا. هين يا عنود، أنا ما أنسى اللي هني. عنيدة. أجل وجهك، مشكورة، جزاك الله خير. عظم الله أجرك دكتورة. أجرنا وأجرك، جزاك الله خير. من إذنك. والله العظيم يا دكتور أنا ما شفت زيك أبداً. ده أنت راجل طيب يا راجل ومحترم وتتحط فوق الراس من فوق. يا راجل ده انت الوحيد اللي بتسلم عليا وسط زمايلك دول كلهم. حبيبي يا احمد، ايش دعوه؟ ترى كلنا اخوان، ماكو فرق. لحظه، هذه مو الدكتوره العنود؟ هي. وشلون مسموح لها تدش هالقسم؟ ما هو الدكتور المشرف بتاعها مصرح لها بجميع الصلاحيات، تدخل تطلع تعمل كل اللي هي عايزاه، ما فيش مشكله. زين، ممكن اطلبك طلب؟ امرني يا دكتور. ممكن تعيد لي اللقطه هذه من اول ما دشت الدكتوره العنود لين ما طلعت؟ بس كده يا باشا، من العين دي قبل العين دي. حبيبي با كده مظبوط يا دكتور؟ تمام. بس ما قلتليش انت يا دكتور، هو انت مهتم بالدكتوره كده ليه؟ والله بصراحه يا احمد، هالبنيه عجبتني وبصراحه مفكر اني اتقدم لها. والله تستاهل كل خير يا دكتور، انت راجل محترم وطيب وكل الناس تحبك. حبيبي زين، بقول لك هذه المقاطع اللي هني تمسحونها ولا تامة موجودة على طول؟ لا يا دكتور، دي بتفضل عندنا هنا ست شهور تتخزن، بس بعد كده البرنامج لوحده بيمسحها عشان ما تتراكمش على الجهاز وتتقل الدنيا. ايه رأيك يا دكتور تاكلك معايا لقمة؟ بسم الله. والله بصراحة يا عان، بس عاد شايب لنا؟ جايب لك كباب من بتاعنا. كباب من الصبح؟ ايوه، طعمية يا دكتور. قصدك كباب بتاعنا. اوكي، كل يا دكتور كل. لا انا ما شفتش. حبيبي دكتور، للاسف انا ما حصلت الدواء اللي انت طلبته، بس في بديل عنه بس تركيزه اقل. طيب يا دكتور، اعملي لنا طلبيه مستعجله طالما الكميه اللي عندنا خلصت. ان شاء الله دكتور. تبي شيء بعد؟ لا شكرا. Thank you.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ تمام حبيبي. شكله كده شغلنا عجبك، ده انت بقيت 24 ساعه قاعد بتشوف الكاميرات. والله تبي الصراحه يا احمد، كاميرات المراقبه شيء عجيب، اشوف اللي داخل واللي طالع واللي رايح واللي جاي، كل ما ضاق صدري قلت هي عندك وطالع وانا مستانس. يا باشا انت تشرفنا وعلى راسنا من فوق حبيبي. بس بعد اذنك عايز خدمه صغيره بس قد كده. امر. الله يكرمك، معي واحد صاحبي غاب عن شغله 4 ايام، فلو ينفع بس تخلص لنا الاجازه بعد اذنك. عفو عليك، اعتبر الاجازه بلشت وبتخلص بعد. ان شاء الله يخليك يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه الجايه الغريبه دي يا دكتور؟ والله ماكو، لما طلعت من الدوام شفت محل عصير قلت خليني باثنين عصير حقي وحق اخوي وحبيبي احمد. يا باشا الله يكرمك ونطيب اصلك، والله يا شيخ انت انسان كريم ومحترم جدا. حبيبي والله. غريبه هذه موجوده، ما شفتها الصبح. لا انا عارف مين تقصد، مش هي دي يا دكتور. ايش دعوه؟ سبحان الله يخلق من الشبه 40. أقول اشرب عصيرك وادعي لي، اشرب. شاء الله يخليك يا دكتور. تفضل دكتور. خير في حاجة ولا إيه؟ دام فضلك يا دكتور، أنا حابة اليوم بعد إذنك بستأذن منك عشان اليوم عندنا عشاء بيت عمي، وحابة أروح أساعدهم إذا ما عندك مانع. يا نهار أبيض، ده أنا فكرت الموضوع كبير عن كده. بسيطة يا ستي، تفضلي حضرتك روحي العشاء بتاعك وأنا هخلي حد من الزملاء يحل محل. مشكور يا دكتور ما تقصر. الله يخليك يا ستي. بعدك. مع السلامة. دكتورة. دكتورة ممكن نتكلم مع بعض؟ بخصوص شنو؟ بصراحة الموضوع اللي بكلمك فيه ما ينفع هني بالممر، يعني لو نقعد بالكافتيريا نشرب قهوة وأفهمك. دكتورة لو سمحتي أعطيني فرصة. لو سمحت أنت خلي أمشي. مو قبل ما تعرفين شنو بقول؟ صراحة ما يهمني ولا خصنا شنو بتقول.